أنا بنوب واسمي شورى بتاعي بيبو وعندي 22 سنة. فكرت أفتح مشروع جلابية وبطاطس. كل ما أروح شغلانة أعمل مشاكل ومش عارف إيه عشان مش حسيت إن أنا تقيل عليهم وكده، يعني هم مش عارفين يتفاهموا معايا وأنا مش عارف أتفاهم معاهم عشان وداني وسمعي ضعيف وكده. فحسيت إن هم مش مستحملني، فكنت كل شوية أروح شغلانة وأسيبها أروح شغلانة وأسيبها. فكرت أفتح مشروع لنفسي وأكون مدير نفسي عشان محدش يضايقني تاني في أي شغلانة. فكرت أعمل حاجات مختلفة وأكون مميز في الجلابية شوية عن باقي الناس. عندي إضافات مختلفة كتير، عندي كراميل وعندي شوكولاتة وعندي شوكولاتة بيضة وفراولة وتوت، وبحط إضافات تاني من فوق عليها. الناس كلها هنا عارفاني وبتحبني وكلهم بيساعدوني، ولما بطلب منهم حاجة بيحطوني فوق دماغهم. احنا تعودنا نشتري منه يعني عادي مش مشكلة، مهما حتى لو بقول له مثلا على الطلب بتاعي ممكن أكرره له مرة واثنين وثلاثة عادي، مش مفيش مشكلة بالنسبة لي. بس يعني أبانوب وبصراحة شخصية جميلة جدا، وأنا أول مرة في حياتي أقابل شخص زيه كده. أنا صاحب أبانوب من زمان، فأنا أكتر واحد عارف هو استحمل قد إيه واجتهد، وناس كتير أحبطته، ويعني في أول مشروع كان بيخسر بس هو ما استسلمش وفضل يكافح. أنا بشتري منه على طول، هي الزلابية عامة في كل مكان زي بعضيها، بس هو إنسان كويس وروحه سمحة، والحاجة من إيده الصراحة بتبقى كويسة، يعني إحنا على طول بنشتري من عنده. أنا بقعد على العجلة بتاع بيبو لغاية ما يعمل لي طبق الزلابية بتاعتي، وهو الزلابية بتاعته جميلة أوي. كتير اليوفات بتشد الناس وبيتفرجوا عليها وبيحبوهم، واقفين كده وبيقعدوا يضحكوا وبيسألوني عليها وبتعجبهم كلها، وبل ما بيطلع لهم الجلابية أو البطاطس فهم بيقعدوا يروحوا في حاجة تسليهم كده مثلا، وبل ما طلع لهم الطبق بتاعهم وأنا بجهز. هدفي أجيب فلوس أساعد أهلي كده، بدل ما هم يدوني اللي أنا المفروض أديهم، وهم أحسن ما أخدش حاجة من حد أو ما أخدش أي حاجة من حد. حلمي أكبر مشروعي وبقى لي محل خاص بيا، وأبقى معروف كده زي المحلات الكبيرة، والناس كلها تبقى جاية عنده فرحانة ومبسوطة، وأبقى مشهور كده زي المحلات الكبيرة كده برضه. لا حاجة أثرت عليا، أنا حابب أثبت نفسي وأوصل لهدفي، وهفضل مصمم لحد ما أوصل لهدفي. برافو يا أبانوب، واسمح لي أقولك بيبو زي ما أنت كاتب على اسم العربية بتاعتك، وزي ما الطفل الجميل قالك أنا بقعد على عجلة كده لغاية لما أنت تخلص له لقمة القاضي بتاعته. احنا طبعا في الإسكندرانية بنقول على الزلابية لقمة القاضي، فلغاية لما تخلص له الزلابية بتاعته استمر وما تستسلمش للإحباطات، وفكر إزاي تطور مشروعك أكتر وأكتر، جرب أصناف جديدة واستطعمها ودقها واسأل اللي حواليك وخد رأيهم واستشرهم، وإن شاء الله تحقق كل أحلامك يا أبانوب.